اكيد حلوه حلوه، هي حلوة سبت ناس أكيد. خضراء البيضاء اكيد. ما بين الفنانين مغرومه بهم شيماء، سواء من تونس او خارج تونس، شكون ترى انت قدوه هكا وماذا بيك تمشي نفس المسار نتاعو؟ بصراحة نحب برشا أصوات، ما حتى مرة ما شفت معناها نشوف يعني مسيرة فنان آخر باش نمشي فيها، لا كل باش تختار مسيرتك وحدك ومشوارك مسيرتي وحدك. وحدي. كل فنان عنده صوته الخاص، عنده طلته الخاصة، حتى حد ما ينجم يقلد فنان آخر. من تونس شكون يعجبك أصوات نحب تونسية؟ برشا أصوات أمينة، نحبها برشا، أي صابر، لطفي بوشناق، ما نحبش نظلم أصوات، برشا أصوات من نحبها. العالم العربي. من الشباب نحب صوت ألفا برمضان، صوتها حلوة برشا. شباب شباب راني ننسى والله، برشا أسماء. نحب اي ما نحب صوفيا صادق. أي ما وكي نختاروا من العالم العربي شكون تختار؟ العالم العربي عندنا نحب فاضل شاكر، شيرين، يارا، خليجيين زي النوال الكويتية، نحب صوتها برشا، ايوه. برشا أصوات تمسني من ونحسها. الأسماء القديمة، من الفنانين الكبار العظماء الكبار القدام، أنا أم كلثوم نحبها برشا، يعني برشا برشا. اللي أنا صغيرة ياسر نحبها، ليلى مراد اسمها هي. لو كان نسمع أم كلثوم شنو تسمعنا تا؟ دارت الأيام. دارت الأيام، نسمعه بصوتك؟ يلا نسمعه، تفضل. وضاعت الأيام ومرت الأيام ودارت الأيام مرت الأيام ما بين بعد وخصام نسيت اني خصمته ونسيت الليل اللي سهرته قبل نسيت اني خصمته ونسيت الليل اللي سهرته وسمحت عذاب قلبي يا قلبي وحرته شيماء. ميرسي. لو بر انواصلوا شيماء، من خروجك يعني للستار اكاديمي وتجربتك في التمثيل الى صدور الالبوم نتاعك، صدور الكليب والاغنيه، قمت بعده حفلات، قمت بجوله في تونس ومصر، كان احكيوا عن الجوله اللي قمت بها هذه. صحيح، عملت جوله انا والفنان فارس كرم، غنينا في لبنان، جولة كانت في لبنان ومن بعد الأردن، ومن بعد جينا لتونس. الحمد لله حفلات كانوا ناجحين، وإن شاء الله زيدا. فين غنيت في تونس؟ غنيت في بنزرت وسوسة. في إطار تظاهرات ولا في الصيف؟ أي في الصيف، في الصيف. مهرجانات، أيوة. مهرجانات في الصيف. كيفاش كان تقبل الجمهور شيماء في تونس؟ الحمد لله حبوني برشا، ومعناها ما بصراحة ما كنتش ننتظر الفرحة بيا هكيك. أكيد أنهم ينتظروا فيك وينتظروا في صوتك انتظروني وأعمالك. صحيح، وكان جو حلو برشا. ما بين الفنانين أصدقائك في العالم العربي شنو اللي ينصحوك شيماء؟ كي يسمعوك شنو اللي يقولوا لك؟ أول نصيحة يقدموها لك شنو؟ بصراحة تلقيت نصيحة من الفنان عاصي، كان عاصي بحكم أنه أصدقاء أنا وياه. أول نصيحة انه الغرور، وانا نآمن بالشيء هذا انه الفنان ما يتغرش،
لازم باش ينجح نجاح، يعني سر النجاح انه ما يتغرش الفنان. يعني الناس اللي تشهرك والناس هي اللي تحبك وهي اللي تعليك، عمرك ما تتغار على الناس. اكيد اكيد احسن حاجه انه مهما صحيح. كان الفنان ولا في اي مجال يكون على طبيعته ويتعامل على مع الناس وعفوي وطبيعي. اكيد باهي كي نقول لك نسمعوك في الف ليله وليله. الف ليله وليله يلا تحيه للفنانه شيماء.